السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الثالثة متوسط ولا حتى أولياء تلاميذ لهم يشاهدوا فينا، معكم الأستاذة ياسمين وأبنائي. يلا في الدرس الثاني في الرياضيات. دونك الدرس الأول قرينا وشنو هي الأعداد النسبية، معناتها ما هي الأعداد النسبية، حصر الأعداد النسبية إلى غير ذلك. يلا اليوم نشوفوا جمع وطرح الأعداد النسبية. إذا راح نخلي لكم في رابط الوصف الدرس الأول، لازم عليكم تشوفوا قبل وش معناتها أعداد نسبية باش نقدروا نتجمعوا ونطرحوا هذه الأعداد. إذا أول عفسة راح نديروها اليوم هي جمع الأعداد النسبية. معناتها كي يكون عندي عدد نسبي كيف أجمعه؟ إذا أبنائي قاعدة لازم نعرفوها، نعطوا مثال A زائد B، علما أن A عدد نسبي زائد B عدد نسبي، فإنه يمكن كتابته على الشكل زائد A زائد زائد B. احنا واش قلنا في الرياضيات كي تكون عندي زائد ما كان له نكتبها، خلاص جو باينه بلي زائد، لكن حذاري الرياضيات لازم نكتب فيها الناقص، مفهوم؟ الزائد نقدر ما نكتبهاش، لانه مثلا نقول زائد A ولا نقول A نفسها، مثلا نقول نا زائد 5 ولا نقول 5 هما نفسهما، لكن حذاري كي يكون عندي الناقص ماشي كيف كيف، مثلا نقول ناقص 1 ليس هي 1، مفهوم؟ اذا الناقص في الرياضيات لازم نكتبه، الزائد ما يكسلكمش كاع راسكم، اذا مفهوم؟ كي يقولوا لنا مثلا زائد A زائد زائد B، نتوما تمتم روحوا ديروا A زائد B، مفهوم؟ هذه بالنسبه للاعداد النسبيه الموجبه. يلا نشوفوا كي تكون عندي اعداد نسبيه سالبه. مثلا قال لي ناقص A ناقص B، ابنائي شوفوا مليح واش ديروا، روحوا حكموا ناقص A زائد ناقص B. احنا قلنا في الرياضيات برك احنا الزائد ما نكتبوهاش، مفهوم؟ اذا ناقص A زائد ناقص B. يلا احنا واش نقولوا في الرياضيات لازم الامثله باش نفهموا. مثلا ابنائي كتب لنا زائد 5 زائد زائد 4، هنا ما تقلقكمش كاع الزائد، ديروها كلي ما كاش، تسمى تمتم تروحوا ديروا 5 زائد 4، رانا في القاعده الاولى، مفهوم؟ داروا لي زائد 5 زائد زائد 4، ما نكسرش راسي، تمتم راح ندير 5 زائد 4، 5 زائد 4 وتساوي 9. العكس صحيح، هنا دار لي ناقص 4 زائد ناقص 5، واش قلنا؟ دوما هي عبارة عن ناقص 5 ناقص 4، معناتها الناقص نجمعهم، مفهوم؟ بيان سور مادام جمعت بالناقص نكتب الناقص شحال عطاني. إذا 5 أبنائي زائد 4 راح تعطيني 9، والإشارة جامي ننساها نديرها بالناقص، مفهوم؟ يجب علينا أن نفرق ما بين الزائد والناقص، نعاود لكم اللي ما فهمش. إذا إذا قالوا لي ناقص 4 ناقص 5، ما عليا إلا نروح الربعة نجمعها مع الخمسة ونعطي لهم الإشارة السالبة، مفهوم؟ نجمع 5 مع 4 تعطيني 9 ونعطي لهم الإشارة السالبة. حذاري التلميذ اللي يروح يدير 5 ناقص 4 ولا 4 ناقص 5، لا، كيكونوا في الزوج بالناقص أجمعهم ونعطي لهم الإشارة الناقص، مفهوم؟ يلا نشوفوا كي يكون عندي واحد ناقص واحد زائد. شوفوا لهنا ديناه في زوج زائد وهنا ديناه في زوج ناقص. يلا نشوفوا الاحتمال كي يكون عندي واحد فيهم بالناقص، معناتها واحد سالب واحد موجب، واش ندير؟ اذا ابنائي ناخذ اشاره العدد الاكبر ونقوم بعمليه الطرح، معناتها مثلا لهنا ناقص ب كانت 5 وزائد ا كانت 20، نروح ناخذ ليل 20 لانه 20 اكبر من 5، تسمى الاشاره تاع الكبير هو اللي يغلب، مفهوم؟ ناخذ اشاره العدد الاكبر ونقوم بعمليه الطرح. يلا ناخذ مثال، مثلا عطاونا ناقص 5 ما بين قوسين زائد زائد 10. اذا ابنائي لاحظوا لهنا عندي زائد 10 وعندي ناقص 5، شكون هي الكبيره؟ كبيره الزائد. اذا تمتم نروح نعرف بلي انا راح يخرج بالزائد ونروح ندير الفرق بينهما. واش معناتها الفرق؟ معناتها ندير عمليه ناقص، 10 ناقص 5 راح تعطيني 5، مفهوم؟ ناخذ مثال اخر، مثلا عندي زائد 6 ناقص 26، شكون الكبيره؟ 6 ولا 26؟ اذا الكبيره 26، اذا الناقص هي اللي راح تغلب لانه هي الكبيره، اذا نكتب ناقص ونروح نديروا الفرق. وشنو هو الفرق؟ ندير الناقص بيناتهم، معناتها 26 نقص لها 6 شحال راح تعطيني؟ تعطيني 20، مفهوم؟ اذا يجب عليكم ان تفهموا هذا الدرس لانه صدقوني فروضكم واختباراتكم راح تكون غير على هذا الشيء، مفهوم؟ اذا يلا ابنائي بعد ما كملنا الجمع شوفوا لنا، شوفوا كنا نمشيو غير بالجمع مازال ما درناش كاع الطرح. يلا نروحوا الان الى الطرح، يلا نشوفوا الطرح واش يقول لي. اذا نفس الشيء ولا عفسه تتبدل؟ اذا ابنائي A ناقص B، علما انه A عدد نسبي
وبعدد نسبي. لكن شوفوا راني في الفرق، وشنو معناتها الفرق؟ معناتها الطرح. واش نروح نديرو؟ شوفوا السهم اللي درتو لكم، هاد الناقص دخلوها عطوها للبي، حداني ما نعطيهاش اللي قبلها، نعطيها اللي بعدها. تقعد كيما راهي، هادي ناقص تتحول الى زائد وتدخل الداخل، معناتها واش معناتها؟ كي دخلت الداخل ما نخليش لهنا فراغ، ندير له زائد، مفهوم؟ احفظوها، ا ناقص بي تساوي ا زائد بين قوسين ناقص بي. يلا ناخذ امثله باش نفهموا. مثلا المثال الاول تاعي يقول زائد 20 ناقص زائد 4. شوفوا ال20 نكتبها كيما راهي، الناقص نروح ندخلها الداخل، كي ندخلها الداخل كانت زائد 4 واش تولي؟ تولي ناقص 4، وهنا ندير الزائد، مفهوم؟ تما هنا ما نخليش فارغ كي دخلت الناقص، وانما نحط الزائد في بلاصتو. مثلا يلا نشوفوا، عندي زائد 20 ناقص 4، شكون هي الكبيره؟ الكبيره الزائد، اذا نعرف بلي راح تعطيني نتيجه بالزائد، وندير الفرق بيناتهم. وشنو معناتها؟ معناتها نطرح 20 من 4، 20 ناقص 4 راح تعطيني 16، مفهوم؟ ناخذ مثال اخر، عندي مثلا ناقص 23 ناقص ناقص 5، واش نروح ندير ابنائي؟ الناقص هذه ندخلها الداخل، عارفوا باللي كي رانا ندخلو معناتها رانا نضربو، الناقص كي تدخل على الناقص يولي زائد، هذه لازم نعرفوها باللي الناقص عندما يدخل على اخوه الناقص يولي بالزائد، اذا نكتب زائد 5، واش قلنا هذا الفراغ ما نخليش هكا، نكتب زائد، اذا نحط الزائد، اذا واش ولات لي؟ ناقص 23 زائد زائد 5. نروح نشوفو شكون هو الكبير، 23 كبيرة فيها الناقص، إذا عبال بلي حتخرج لي عملية بالناقص، 23 ناقص 5 راح تعطيني 18، مفهوم؟ إن شاء الله راح نزيدو نحلو 80 فروض باش هكذا تعمقو الفهم تاعكم. يلا أبنائي مثال آخر يقولي زائد 18 ناقص ناقص 4، واش قلنا الناقص كي يدخل على خوه الناقص واش يولو؟ يولو زائد. يلا وهذاك الفارغ ما نخليش نرجعو زائد. يلا ولات عندي زائد 18 وزائد 4، كي يكونوا في الزوج بالزائد باينه يخرجي بالزائد، وندير الجمع، اذا 18 زائد 4 22، نكتب 22. اذا ابنائي هذا بالنسبه للفيديو تاع نهار اليوم اللي كان جمع وطرح الاعداد النسبيه اللي لازم نحفظوهم، هما هادو اذا اللي كتبت لكم بالفيولي هما اللي لازم نحفظوهم، ومشي غير نحفظوهم فرصة فرص، معناتها ندير تمرين موراه تمرين موراه تمرين، ان شاء الله حنشوفوا عدة تمارين مع بعض نولي نعرف كيفاش نجمع ونطرح الاعداد النسبية، ولو جاكم الدرس هذا شوية صعب. اذا اي سؤال ابنائي ولا استفسار خلوه لي في التعليقات نجاوب عليه في اقرب وقت ممكن، وكما نقول لكم كالعادة بالتوفيق ان شاء الله.